السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. واليوم احنا عندنا مقام الكرد وكيف راح نطلع من عنده ونشوف اجناس، يعني شلون نكمل سلسلة انه كيف تقسم. قبل ما ابدي ادي الدورات الموسيقية اللي هي اونلاين، ثمان محاضرات قبل التجديد في اشتراك شهري. رقم الواتساب اللي يحب يشترك اسفل الفيديو. الاونلاين مختلف دول العالم والعراق، وايضا عندنا حضوري في بغداد اللي يعني انا اذهب الى بيت الطالب. شرف الي الكبير وشرف بيكم واهلا وسهلا بيكم مرة اخرى. وراح تلاحظون هذا يسمونه مقام الكرد. الكرد مثل ما اتفقنا على انه تبدي بالسلام، يعني بالسلم ري مي فا صول لا سي بيمول دو ري دو سي لا صول فا مي ري ري مي فا صول لا سي لا صول لا صول فا مي ري. هذا كرد كله كرد. ري مي فا صول لا هنا حجز سي دو سي لا صول لا صول فا مي ري مي ري مي فا صبا صول فا مي ري. طعمته بيمين بالصبا. هذا مقام الكرد. فإذا أنت تقدر تطعم بقية المقامات، لكن تكون عندك القضية أو الروحية الذاتية في تعلم السلام الموسيقي، وخاصة لما يكون عندك مدرس إنه يعلمك الطريق الصح في قضية السلام، كيف طريقة السلم، وشون طريقة السلم، وشون لازم شخص يجلس يمك ويعلمك طريقة السلم وطريقة السلالم المتقاربة لهذا المقام. هذا بخصوص مقام الكرد. لكن أنت أول بداية السلم تأخذه ومن ثم ترجع، يعني أنت عندك السلم هذا. لذلك تابعوا القناة، وأي واحد يحب يشترك أنا حاضر وتحت أمركم، وإن شاء الله اللي عنده سؤال حاضراني كل شيء. وهذا مقام الكرد، راح تشوفون أنتم بالفيديوهات الأخرى إن شاء الله المقام الفلاني شلون راح إحنا ناخذه، مثل مقام الصفا. واضح؟ فهذا المقام الصفا إن شاء الله راح يجي، هو من المقامات الجميلة جدا والحزينة، راح نطلع عليه شلون راح نطعمه. تحياتي لكم، إن شاء الله استفاديتوا. اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات أهلا وسهلا بكم. تحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.